احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم، وحنفرض مساحتنا للعمل الإذاعي والدراما. وقت اللي بنقول نحن دراما إذاعية، أول اسم بيخطر على بالنا هو حكمة المحكمة. صحيح، حكم العدالة. حكم العدالة. كلياتنا كنا دائما يعني نضبط، كان نطلع نهار ثلاثة، يوم الثلاثة بدي الساعة واحدة ونص تنتين تقريبا. كلياتنا يعني الصوت الإذاعي، الأصوات الإذاعية راسخة، يعني الموسيقى الإذاعية كلها راسخة. كنا نعرف بوقتها الممثل اللي أخذ دور الصوتي، يعني عم يقدم الصوت، مين هذا الممثل؟ نعرفه من صوته. قديش اليوم كانت هيئة اللغة هذا الممثل قادر يوصل لأنه بس عن طريق صوته؟ يعني اليوم بنقول إنه نحن قدام الكاميرا في كتير قصص بتساعدنا، إن كان لغة الجسد، إن كان هيك تقطيع وجهنا، قادرين نوصل اليوم للمشاهد. ولكن اليوم انت قدام هيك تجربه كثير فريده من نوعها، العمل الاذاعي. صحيح رشا، وهذا نحن دائما نحكي عنه، هو البصمه الصوتيه. صحيح. الاذاعيه. وضيفنا اليوم هو احد اعمده الاذاعه السوريه اللي بنفتخر فيها، سنوات اكيد من الاعطاء والاعمال الدراميه كانت. اكيد بيسعدنا نرحب بالممثل والكاتب والمخرج المسرحي والاذاعي احمد السيد. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. يسعد صباحك استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم كاتب، مخرج، ممثل، ما شاء الله. يعني قد ايه اليوم هيك الفنان لازم يكون يجمع او يكون عنده اطلاع على جميع مواهب الفن؟ انا دوما بقول تعلم شيء من كل شيء، وتعلم كل شيء من شيء واحد فقط. يعني انا عندي تجارب اخراجيه مسرحيه، عندي تجارب كتابيه للمسرح، عندي تجارب تلفزيونية، عندي تجارب. إنما الآن ملعب الوحيد أو شبه الوحيد تقريبا هو الإذاعة، الدراما الإذاعية. طيب قبل ما نروحك شو للدراما الإذاعية، خلينا، حضرتك كان لك تجارب كتير كبيرة بمسرح، بالمسرح، وكانت تجربة من زمان، إحنا ما بنرجع لهذا الزمن. نعم. أكيد يعني. ولكن دائما الفنان بيقول لك أنا شغفي المسرح. يعني أي فنان اليوم بتعمل معه لقاء أو تكون عم دردشة بيقول لك أنا انطلقت من المسرح وأنا عشقي المسرح، ولكن بالمقابل نحن عم نشوف ابتعاد عن هذا المسرح. يعني اليوم هيك بنظرة عامة من حضرتك، اليوم شو أسباب ابتعاد معظم الفنانين عن المسرح؟ هلا هو الشغف اللي بيشد الممثل إلى المسرح، لأنه هو حالة صدامية مع الجمهور. هو لما بيعطي أمام الجمهور بيكون بكامل طاقته الابداعيه وبكامل طاقته الفنيه اللي هو مختزنها جواته، وثقافته اللي محتفظ فيها، ان كان دارس من دراسته، وان كان قارئ من قراءاته، وان كان مندهك بالحياه فهو من مشاهداته في الحياه. اذا هو المسرح هو شغف. اللي خلى الناس او بعض الفنانين يبتعدوا عن المسرح بيقول لك الفنان انا الاجور. اجور الماديه. الأجور، أجور المسرح أجور ضحلة جدا وضئيلة جدا، والمسرح مواسم. يعني عمل تلفزيوني واحد يكفي الفنان أو الممثل لأنه يعيش كل السنة برخاء. صحيح. بينما 10 أعمال مسرحية ما بتكفي لشهرين يعيش فيه. هذا للأسف هذا هو السبب. هلا اليوم مع كل ذلك، مع كل ذلك الفنانين ما بيتركوا المسرح. أو معظم الفنانين ما بتركوا المسرح، لأنه بيقول لك هذا شغف، هذا شيء ماشي بدمي. صار في قلة يعني. نعم. صار في قلة بالأعمال. نعم. نعم في قلة رشا. كمان دائما ضيوفنا المختصين بيذكروا أزمة النصوص المسرحية، يعني بيقولوا في قلة أو ندرة بالنصوص الجميلة الأصيلة. بدنا رأي حضرتك بهذا الموضوع بما يخص المسرح، وأيضا بسألك عن دورك اليوم. يعني حضرتك عندك ملكتين هنون، الإخراج والكتابة أو التأليف، لما يجتمعوا هدول العنصرين يعني وتكون أنت قائد اليوم أو المايسترو لهذا العمل، قديش ممكن ينعكس على العمل؟ هلا بالنسبة للشق الأول من السؤال، ليش في ضحالة بالنصوص؟ نفس الموضوع بدي ارجع لك، هو موضوع المادي. الموضوع المادي بالنسبه للكتاب، الموضوع المادي حتما، يعني لانه النص لما يقول مشكله، عندنا هون في مشكله كبيره، هو حصر الانتاج المسرحي بالجهات الرسميه بالمسرح القومي. كان في جهات اخرى فكنا نسميه، نطلق عليه اسم المسرح التجاري. المسرح التجاري ما هو مسرح؟ يعني فينا نقول هو عبارة عن تهريج وضحك وهيك شيء. المسرح القومي هو الجهة المنتجة الوحيدة للمسرح الملتزم.
فهالمسرح القومي بأجور اللي عم يدفعها للكتاب وللفنانين أجور كتير ضحلة، ما خرج إنه الواحد يتشجع لأنه يتقدم صحيح. عليها يعني كاتب تلفزيوني فرضا بياخذ على الحلقة مبلغ قد اللي بياخده كاتب المسرحي بمسرحية واحدة خمس أو ست أضعاف. فلذلك بتلاقي الكتاب ابتعدوا عن المسرح، هي واحدة. شيء ثاني، كان في عنا سابقا شيء اسمه مسابقات مسرحية، مسابقات لكتاب مسرحيين، انه بدنا نحن مسرحية اجتماعية، مسرحية قومية، مسرحية فيها تحت بند مسابقة، وكان في جوائز قيمة يعني تندفع للفائز الأول والثاني والثالث، وينعرضوا هالثلاث أعمال اللي فازوا بالعمل. الآن هالحالة هي راحت. أيضا في حالة أخرى كانت تشجع المسرح، اللي هي مسارح النقابات، مسرح نقابة العمال، مسرح نقابة فنانين، يعني مسارح الخاصة اللي كانت تقوم على أكتاف الفنانين ويدفعوا من جيبتهم حتى يطلع العرض. ايضا هي الحاله انتهت تقريبا، يعني ما عاد حدا حس فيها. اذا صفي المسرح هو محصور حصرا بالمسرح القومي بكافه فروعه بالمحافظات، والحصر هذا يعني ماديا ما غير مرضي للكاتب او للفنان. طيب استاذ، خلينا هيك ننتقل للدراما الاذاعيه. شفنا هيك اتجاه ميولك راح لكتابه النص الاذاعي، رغم انك وصفته انه باصعب انواع الكتابه. اليوم وقت الفنان بيختار الطريق الاصعب، قديش بيكون عنده شغف لهذا الطريق؟ هلا حضرتك قلتي الكلمه هي انه اصعب انواع الكتابه اللي انا كنت بدي اقولها. ليش؟ لانه معظم كتابنا بيقولوا لك انه شو الكتابه الاذاعيه، هي عباره عن صف حكي. لا، هي مو صف حكي. الدراما الاذاعيه هي اختصاص بحد ذاته ككتابه، يعني لانك بدك توصل الفكره للمتلقي بكل حيثياتها من خلال الاذن. يعني توصل المكان والزمان والمؤثرات وحس الممثل والحالات الاخرى من خلال الاداء او من خلال الممثل او من خلال الكلمه. اللي عم يصير فينا هلا انه عم تجينا نصوص للاذاعه، على اساس دائره الدراما الاذاعيه باذاعه دمشق عم تحاول، بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون عم تحاول تشجع المواهب الجديده. العمليه بدها قراءه وبدها دراسه وبدها متابعه وبدها خبره وبدها موهبه قبل كل شيء. نعم. الدراما الاذاعيه ما هي صف حكي. يعني انا لما دخلت دراما صار لي 35 سنه تقريبا ما شاء الله كاتب درامي، وعندي رصيد ما لا يقل عن 4000 ساعه دراميه. هالرصيد هذا كلياته انا بدي حافظ عليه ككاتب. خبرة تراكمية صارت أكيد حضرتك. ودائما العمل الإذاعي له كواليس، وإدارة الممثل كمان بتتم بطريقة خاصة. خلينا نروح حابين هيك نروح لمادة اليوم، نشوف كواليس العمل الإذاعي كيف عم بتكون، وبنرجع لنكفي حديثنا مع حضرتك. حادث يا سيد عاصم. سيدي زوجتي كانت حامل وقالت لي إنها بدها تروح لعند الدكتورة مشان تكشف عليها وتشوف وضع الجنين. وبعد ما طلعت من البيت بدقيقتين سمعت صوتها عم تصرخ، وطلعت لقيتها واقفة على الدرج والدم عم ينزف من راسها. يعني بتعتبر الحادث قضاء وقدر؟ أكيد سيدي أكيد. ماشي سيد عاصم، بإمكانكم تاخذوا جثة المرحومة وتدفنوها. شكرا لكم سيدي. الله مشاهد حبيبة قلبي، والله أنا آسفة إذا ضايقتك. لا، الدمعة موجودة وكانت رح تخنقني لو ما طلعتها. يا حبيبتي شو صاير معك؟ احكيلي تفضلي. الظاهر انه العاقر يلي مثلي ما له مكان بالحياة. فكانت تبحث عن امل ينقذها مما هي فيه من قهر وعذاب، فقبلت بالزواج من اول وافد طلب يدها، وهو المتهم عاصم الذي كان أرمل ويبحث عن زوجة لا تنجب لأنه لا يريد أولادا. وكانت المرحومة ميساء وهي ضالته التي يبحث عنها، وبالفعل تزوجها. وكانت ابنته المدعوة رباب تعيش معهما في بيت واحد،
من هنا، من هنا سنبدأ بطرح أحداثنا يا سيدي الضمير، فلنستمع. أدي هدول الأصوات محفورين بذاكرتنا أستاذ رياض نحاس، يعني تجربة غنية أمام الشاشة، ولكن بنشوف اليوم أبطال على الدراما هن الأبطال وراء المايك حتى، يعني ما بيستغنوا عن القصة. صحيح رشان، الأبطال بأصواتهم اليوم ما بظن حدا يعني من جيلنا ولا من الأكبر منا إلا بتذكر هاي الأصوات، ونحن صرنا حافظينها من بصمتهم الصوتية. أستاذ علي القاسم يعني حتى كان له تجربة كتير مهمة بتعليق صوت الأطفال باقيرة، يعني قديش كان هالعمل لهم. خلينا نرجع لعندك أستاذ ونحكي اليوم، شفنا اليوم لقطات من محكمة الضمير، هذا العمل اللي قلت لنا له 17 سنة يعني، وحضرتك كاتب العمل، يعني قديه اليوم مهم الأدوات اللي مفروض يمتلكها الفنان ليقدر يوقف وراء هذا المايك ويقدر يوصل لي أنا كحدا مستمع له، أنا ماني شايف اليوم أنا عم بسمع صوته، يعني في أدوات اليوم مفروض يمتلكها. طبعا الإذاعة هي ثقافة قبل كل شيء، ثقافة فنية وموهبة وما بدي أقول دراسة، لا بدي أقول هي خبرة. نعم، نتيجة الخبرة بتتكون عند الفنان، ف تراكم الخبرة هي مع الأيام ومع عدة أعمال بيشتغلها بصير يعرف إنه الشخصية كيف تكون، يعني بيعرف إنه الكلمة الفلانية لازم تنقال أمام المايك تماماً، الكلمة الفلانية لازم يدير وشه على جنب، الإحساس لازم يكون مركب. صحيح. كتير صعب العمل الإذاعي، وأنا بقول دوماً إنه من لم يمر من أمام مايك الإذاعة أي فنان فتكون تجربته كتير ضحلة وكتير ناقصة إذا ما مر من قدام الإذاعة. فالتجربة الإذاعية حتى على مجال المذيعين، يعني نعم، المذيع اللي ما بيمر من قدام مايك الإذاعة فخبرته بالتلفزيون بتكون كتير كمان قليلة وضحلة، أو بيكون هو متجاوز كتير عوائق اليوم لما يمر قدام مايك الإذاعة وينتقل لعالم أو شاشة التلفزيون. خلينا نحكي عن أيضا أعمالك والتحضيرات يلي عم تكون دائما بشهر رمضان الكريم، بيكون في أعمال مميزة وخاصة وبنكهة رمضانية إذا بدنا نقول، خلينا نحكي عن التحضيرات اللي عم تكون لرمضان القادم. أنا سبق وقلت بأكثر من لقاء أنه ما في رمضان بيخلى من عمل إلي كعمل إذاعي، يعني دراما إذاعية مسلسلات، من 25 سنة أو من 30 سنة تقريبا إلى الآن كل الرمضانات أنا كنت مشارك فيهم. في رمضان الحالي طبعا في ورشة عمل أو خلية مثل خلية النحل عم تشتغل بدائرة الدراما الإذاعية من أجل أنه نقدم للمتلقي عمل نظيف ونخليه يستمتع إن كان قبل الإفطار وإن كان بعد الإفطار. نعم. في عنا ثلاث فترات تقريبا، فترة الظهر وفترة ما قبل الإفطار وفترة السحر، كل فترة لها حالة من الحالات بتتخصص فيها كاتب أو بتتخصص فيها عمل. في تحضيرات مهمة للموسم الرمضاني الحالي، أنا في عندي مسلسل اسمه أيامنا وأيام زمان من إخراج المخرج المهم فراس عباس، بطولة مجموعة من الفنانين المخضرمين أيضا. العمل بيتحدث عن أيامنا الحالية مقارنة مع أيام زمان، يعني مندخل بحالتين، العمل من 30 حلقة وكل حلقة موضوع لحاله، مندخل على موضوع الحدث الحالي، وفي جد بيقول له أن هذا الحدث حصل قبل 40 سنة لأحكي لكم إياه، بيعملوا مقارنة بيناتهم بتطلع النتيجة بالأخير. بالإضافة لأنه كمان محكمة الضمير ما زال مستمر برمضان، بالإضافة لبرنامج يومي اسمه شو عم يصير، برنامج ناقد مدته 5 دقائق بإذاعة سوريانا عم ينبث، وبالإضافة لبعض السهرات الإذاعية تمثيليات الإذاعية. خلية نحل يعني عم تشتغل، عم نشتغل. يعطيكم ألف عافية، كان لنا لقاء برمضان الماضي وكنتوا أيضا عم بتحضروا، يعني صورنا هيك شبه يوميات عندكم كيف كان عم يتم التحضير يعني من خلال إخبارية. أستاذ خلينا نحكي اليوم عن هذا التعب وهذا الجهد، إن كان حضرتك ككاتب للنص وإن كان للممثلين اللي عم يقضوا ساعات طويلة كثير وراء المايك لينجزوا الحلقات قبل الموسم الرمضاني أو بالأيام العادية، هذا التعب بحاجة ل خلينا نقول دعم مادي. اليوم الدراما الإذاعية بخير ماديا؟ نحكي يعني خلينا للأسف
وللأسف الشديد يعني أنا لما عم يجي على الإذاعة عم ادفع أجرة تنقلاتي فقط مو أقل من 35,000 ليرة. إن كان معي سيارة بدي أحطهم بنزين، وإن كنت أنا بيجي كممثل عم نحكي طبعا بوسائلي خاصة، اللي باخده من الإذاعة هو 10,000 ليرة فقط عن الحلقة الواحدة؟ عن الحلقة الواحدة كممثل. كممثل حتى لو كان نجم اليوم، الممثل اللي واقف وراء المايك اليوم يعني حضرتك أكيد نجم يعني، ولكن اليوم النجم 10,000 عم ياخد على الحلقة؟ 10,000 الفنان ممتاز عم ياخد 10,000. فطبعا أنا أقولها بجرأة هالكلمة هاي، وأرجو أنه تلاقي آذان صاغية. نحن لولا الشغف والمحبة لإذاعتنا وللمايك وللدراما الإذاعية ما كنا من زمان انقطعنا، وفي قسم كبير من الفنانين انقطعوا. يقول لك ما عم توفي معنا، يعني المعنى هذا عم ندفع من جيبتنا، عم ندفع من جيبتنا. فالدراما الإذاعية للأسف فقيرة ماديا، ولكن متأملين إن شاء الله، إن شاء الله في وعود بأنه تتحسن الأجور ويتحسن الوضع أكثر ونرجع نتألق مثل ما كنا قبل الأزمة. أكيد إن شاء الله يا رب الأيام الجاية تكون أفضل. مثل ما ذكرت حضرتك اليوم قامات إذاعية بعد موجودة نحن حفظناها من أصواتها، واللي مخلاها تستمر لليوم هو شغفها، واليوم شغفها الدرامي والإذاعي. إن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل، وأكيد نحن يعني سعيدين جدا بوجودك معنا وبالاحتفاء بمسيرتك حوالي 4 عقود من الزمن. الله يخليك. نشكر حضورك لليوم، ونتمنى اليوم هيك تلاقوا الدعم اللي أنتوا بحاجته بالدراما الإذاعية. قامت وجهود كتير عم تقدموها يعني بهذا المجال. الوقت مرق معك، كنا هيك حابين ناخذ وقت أكبر، ولكن بصباحات تاني. الله يخليك، شكرا لكم، شكرا للإخبارية ولكل الكادر، للمخرجين والمعدة وللكل الموجودين والمصورين. شكرا لك. شكرا حضرتك، نورتنا.